طيب بالبداية في فيلم صغير بس عبالي نحضره وحنبلش. إذا فينا بس نخفف الإضاءة. مرحبا جميعا. بالبداية بدي رحب بالسيدة ليليان حمزة ممثلة وزير طلال الإسلام، أيضا بالأستاذ نبيل فرح ممثل اللواء عثمان، كمان بالأستاذ لي أبو سليمان ممثل النائب سامي جميل، وأيضا سمير مجدليني ممثل مدير عام وزارة الزراعة ممثل وزير الزراعة. أهلا وسهلا فيكم. بظن الفيديو هو حكي باختصار عن المشكلة، ما في شيء زيده، وبظن صرنا كلنا بنعرف شو هي المشاكل كان الشاطئ اللبناني كله وبيروت خصوصا. كمان بدي رحب بالمتكلمين، بظن كلكم كمان بتعرفون حضرة النائب الوزير شربل والدكتور إلي خطار اللي طالبين منهم اليوم. طبعا في اختصاصات متنوعة، كان قانون وإن كان اقتصاد او كان هندسة، عم نحاول نتناول الموضوع من زوايا مختلفة. اعتذر منا مدير عام وزارة الاشغال الاستاذ عبد الحفيظ القيسي بسبب في وفد فرنسي ومضطر يكون معه اللي تركوه، فقام واعتذر. على كل حال كان معنا بلقاءات سابقة وحكي رأيه بهالموضوع، موجودة اونلاين اللي بده يعرف اكثر.
فالمهم اليوم اللي حاولنا طبعا كان بلدية بيروت لأن معنية الأولى كانت أيضا مدعوة، كنا بنتمنى تكون كمان البلدية مع الوزارة بما أنهم هن مفترض الوصايا على هذه الأملاك العامة، وأيضا مختصين من مجالات متنوعة وطبعا بهمهم هذا الموضوع والشأن العام وعندهم مساهمات عديدة في هذا المجال. وصلنا لهون هذا الوضع. أنا بدي أقول يعني برجع أقول ما حاحكي عن المشكلة لأنه أريد نحكي عنها كتير. في كتير من دعاوى القضائية المرفوعة لإزالة التعديات على أملاك العامة البحرية، وفي كتير دعاوى قضائية هلأ موجودة كان بالإدم باي أو غيرها، وماشي مثل ما شفنا كلنا أنه جربوا يعني طلع قرارات بوقفة بعدين طلع قرارات باستكمالها. وفي تقارير، في تقارير كتير مهم بموضوع الإدم باي لا حجة النقيب، وحكي فيه أنه الرخصة اللي أعطوها كانت على أساس مزور لأنه الخريطة هي خريطة مزورة، رغم هيك ما رجعوا طلعوا فيها ولا أعادوا النظر. لفتني بأحد الجرائد مؤخرا أنه بينكتب تقرير أنه محافظ بيروت عمل شغله وأرسل كتب لمدير لمفرز الشواطئ بأنه إزالة التعديات عن الشاطئ. هلأ أنا صار عندي 10 كتب لكل التعديات، بيبعت كتاب وموقع وكتب المقال أنه عمل اللي بطل تزام بإيد المحافظ وكأنه ساتيز بإيد ناس سياسيين يعني أشباح ما منعهم. أنا بدي أقوله أنه اليوم إذا نطلع ببيروت نلاقي في صور على الفيسبوك خصوصاً للمحافظ ولبلدية بيروت بتلاقوهم عم ينزلوا مع الدرك والحرس عم بيزيلوا التعديات للناس المبسطة للحواجز الموجودة عم ينزلوا يشيلوهم بالحرس. محافظ بيروت بينزل بالحرس وبيطلب من الشرطة مؤازرته أو الأمن العام. هذا الشيء ما بنشوفه على الأملاك العامة البحرية. يعني عم حاول يقولوا إذا دوره هو أكثر من أنه ينزل ويقول بس أو يبعث رسالة، هو في ينزل بكل بساطة ويشيله ويطلب من الأمن العام مؤازرته، وعنده 600 حارس تحت أمرته ما بعرف إذا زاد. فهذا بدل أنه حقيقة لا يوجد إرادة، لا يوجد، ما حدا بده ينزل يشيله، وكلها هي كلهم عم يعملوا هذا الشيء ومستقلين من مسؤولياتهم وكلهم عم بحط الحق على غيره. فأمام استقالة إذا بدكم استقالتهم من المسؤولية، طبعا في ناس بيقول لك ما هيدا موظف ما هيدا ما بعرف شو، حقيقة إذا موظف أو غير موظف بالنهاية إذا كل واحد عنده مصلحة بأنه ما يقوم بدوره. ناس عندها مصالح مالية، ناس عندها مصالح تبقى بوظيفتها أو بالسلطة اللي هي موجودة فيه، كل واحد إذا عنده مصالح. أمام هالوضع كان السؤال طب شو فينا نعمل؟ قضاء استعملناه، الإعلام طلعنا أكثر من مرة، تظاهرات صار من 2014 ولليوم ومستمرة، حملات التوعية موجودة، طب إذا شو العمل؟ هذا هو السؤال الكبير اللي كنا اليوم عبالنا نجاوب عليه. حبلش بالبداية مع نائب المهندسين الأستاذ جهاد ثابت. إلك اليوم. شكرا. أهلا وسهلا. يدور نقاشنا اليوم حول سؤال واحد، هو كيف ننقذ شاطئ بيروت. أريد هنا أن أطرح سؤالا آخر يبدو لي أكثر دقة، هو هل ما زال بالإمكان إنقاذ ما تبقى من شاطئ بيروت؟ يتم التركيز عندما نتكلم عن شاطئ بيروت اليوم، هذا كمان يتركز على ما نسميه التعديات والمخالفات. هذه التعديات والمخالفات موجودة فعلا وقد أدت إلى تشويه مواقع أساسية على طول الشاطئ، لكن بنظري الأخطر من هذه التعديات والمخالفات هو وجود أنظمة للبناء تحمي التعديات وتقنينها. لذلك سأتناول في كلمتي موضوعين. موضوع الأول هو أنظمة بناء على العقارات الخاصة المتخيمة للأملاك العامة البحرية، والموضوع الثاني مشاريع ردم البحر التي انتشرت على الساحل اللبناني بعد انتهاء الحرب. لن أتطرق
إلى موضوع إلى مواضيع أخرى كأملاك العامة البحرية مثلاً وقضية المخلفات وتسوية المخلفات إلى آخره، رغم أهميتها، لكن هذه القضيتين هي قضيتين لها طابع خاص وتعالج بشكل منفصل. قضية الأملاك العامة الخاصة، الأملاك الخاصة المضخمة للأملاك العامة البحرية وميزانية على هذه الأملاك. تظهر خرائط عقارية لبيروت أن العديد من العقارات المضخمة للأملاك العامة البحرية والواقعة تحت الكورنيش البحري تملك أرقاماً، أي أنها مسجلة كأملاك خاصة. وهناك الكثير من التساؤلات حول كيفية تسجيل هذه الأملاك بين الانتداب الفرنسي أو في أواخر الخمسينات عند إفراز عقارات الرمل البيضاء بعد نقل مطار بيروت القديم من بير حسن إلى موقع الحالي في خمدي. لكن ليس من مقدورنا إيجاد وثائق وأدلة واضحة تثبت هذه عملية تزوير في تسجيل الملكية أو نقلها من الأملاك العامة إلى الأملاك الخاصة، إذ أن من المحتمل أن الوثائق هذه الوثائق قد تم إخفاؤها منذ زمن بعيد. لذا إلى أن يتم الحصول على مثل هذه الوثائق ما أعرف وين، علينا أن نتعامل مع هذه العقارات بوصفها أملاك خاصة. هذا لا يعني بالطبع أن أصحاب الأملاك يمكن أن يتصرفوا بها كما يشاءون. فالقانون اللبناني إذ يحمي الملكية الخاصة إلا أنه يخضع كيفية استثمار هذه الملكية بالشروط التي تحددها القوانين حفاظاً على المصلحة العامة. كيف تبدلت هذه الشروط عبر الزمن؟ عندما وضع المخطط التوجيهي الأول لمدينة بيروت سنة 1954 صنفت المنطقتين التاسعة يعني كورنيش المنارة والعاشرة يعني الروش شوران والرمل البيضاء كمنطقتين نون إيديفيكابل، أي منع عليها البناء بشكل كامل. وسنة 66 يعني بعد 12 سنة صدر المرسوم رأى 4811 الذي قسم المنطقة العاشرة إلى 6 أقسام وحدد نظاما خاصا للبناء في كل قسم. وبالنسبة للعقارات الواقعة بين الكورنيش البحر والبحر منع البناء على أجزاء منها وسمح البناء على أجزاء أخرى بمعدلات استثمار محدودة نسبية. كما حذر المرسوم رقم 4810 إشغال أملاك العامة البحرية في المنطقة العاشرة والتاسعة طبعاً لأن التاسعة من الكندي، وفرض أن لا يتعدى ارتفاع الأبنية مستوى الكورنيش أو التاريخ البحري، مع وهذا حلو كتير وجوب تنظيم أسطح هذه الأبنية على شكل حدائق توضع تحت تصرف البلدية لتحولها إلى منتزهات عامة. وفي سنة 1982 فرض المرسوم 4918 على ملكي العقارات التي سمح عليها البناء في المنطقة العاشرة يعني هو اللي حكينا عنه أن يتنازلوا عن 25% من مساحة هذه العقارات لصالح البلدية كي تقيم عليها أيضاً حدائق المنتزهات العامة. الفكرة كانت أن 25% من الأرض منتزهات عامة وسطح الأبنية منتزهات عامة على مستوى الكورنيش. بدأ العد الحكسي الذي سمح برفع معظم القيود على البناء في المنطقة العاشرة في خضم سنوات الحرب. فقد أصدر مجلس وزراء في أيلول سنة 1989 المرسوم رقم 169 المرسوم المشؤوم الذي أقر بين هلالين بسبب الظروف الاستثنائية دون الاستطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني ومجلس بلدية بيروت ومجلس شورى الدولة كما جاء في المرسوم، يعني ما استشاروا كل الناس لأنه في ظروف استثنائية. ولم ينشر هذا المشروع مرسوم في الجريدة الرسمية كمان ظروف استثنائية. ونص هذا المرسوم الذي صدر خصيصاً للترخيص ببناء فندق موفنبيك على السماح بإشغال الأملاك العامة البحرية في المنطقة العاشرة وإلغاء ضرورة التنازل عن 25% من مساحة العقارات لصالح البلدية. وتسرعت عملية رفع القيود عن استثمار شاطئ بيروت منذ السنوات الأولى بعد الحرب. صدر سنة 1995 المرسوم رقم 7464 الذي سمح بزيادة مساحة المسطح المائي
الذي يتم إشغاله من خلال المشاريع السياحية، ولخص لمشروع مورن بيك بإشغال ما يزيد عن 40,000 متر مربع من أملاك العامة البحرية، منها مساحة 10,000 متر مربع مردومة بالبحر. وعمم التدابير التي أخذت في مرسوم 1989 على كامل المنطقة العاشرة. وفي نفس الوقت صدر في السنة نفسها قانون رقم 4.2 الذي سمح لأصحاب الإقامة التي تقام عليها فنادق سياحية بزيادة عام الاستثمار بنصف الضعف ما يسمحه النظام. هذه النصوص القانونية التي عدلت في نظام المنطقة العاشرة أدت إلى إلغاء معظم القيود التي كانت تهدف إلى حماية الشاطئ. ومن جهة أخرى تستحصل بعض المشاريع على مراسيم جمهورية خاصة تستثنيها من القيود المطلقة. منذ أوائل الثمانينات، هذا الموضوع الثاني، بلغت ظاهرة جديدة أثرت تغيرا نوعيا في كيفية التعاطي مع موضوع الشاطئ والطرق الاستثمارية. فقد أطلق سنة 1983 مشروع سمي بمشروع تطوير ساحل البلد، قضى برتب البحر بأوتيلياس من أوتيلياس حتى الطيب بهدف إنشاء أحياء جديدة على طول الشاطئ. وهذا المشروع سرق البحر من سكان المنطقة وإقام جدارا منيعا يحجب منظر البحر. ويكفي اليوم أن نمرق على الأوتوستراد ونطلع، يعني الله لا يورجيك، جدار مثل يعني كمان زيادة عن هالموضوع إنه عاملين استثمارات سياحية شكلها ما توخزوني شكله مثل السكن الشعبي اللي كان ينعمل بالخمسينات وبالستينات بالبلدان الاشتراكية وبفرنسا، بالبلدان مناطق الفقيرة بفرنسا. anyway، لزمت أعمال الردم انطلاقا من مبدأ دفع كلفة الأشغال للمتعهد عبر منحه مساحات في المناطق المهدومة، مما شكل نهجا جديدا تم تعميمه فيما بعد ليصبح بعد الحرب الأسلوب المفضل لإعمار المناطق المحاذية للشاطئ. وتكرس هذا النهج رسميا في القانون رقم 117/91 الذي أجاز للحكومة إنشاء شركات عقارية في المناطق المتضررة من جراء أعمال حربية، والسماح لهذه الشركات في المناطق المحاذية للشاطئ بردم البحر ضمن فتح الباب للاستثمارات العقارية. وتم اتباع هذا الأسلوب مثل ما بتعرفوا في مشروع إعادة إعمار وسط بيروت، يعني مشروع صحيح. إن هذا النهج الذي اعتمد منذ سنوات الحرب وتم تعميمه خلال مرحلة الإعمار أدى طبعاً إلى تشويه معالم أساسية من شواطئ العاصمة. سؤال مطروح اليوم هو هل فات الأوان ولم يعد بوسعنا سوى الرجوع للأمر الواقع والقبول مضطرين بخسارة شاطئنا؟ لقد أعلنت بلدية بيروت منذ وهلة عن قرار بوضع جزء من المنطقة العاشرة تحت الدرس، لكن هذا القرار لم يبلغ بعد التنظيم المدني ولم يصدر رسميا، يعني بعد إعلان هيك بعد ما طلع شيء. وإذا كان موضوع وضع منطقة تحت الدرس يشكل الخطوة الأولى لتنظيم أي منطقة، إلا أنه لا معنى لمثل هذا القرار إذا لم يتم تحديد الهدف من اتخاذ مثل هذا القرار. هل الهدف هو حماية المنطقة من المشاريع التي تؤدي إلى تشويه الشاطئ، أو الهدف هو تشجيع مثل هذه المشاريع؟ لم يعد يكفي اليوم أن تنظم الندوات وأن تطلق حملات الاحتجاج كلما برز مشروع جديد يتعطى على شاطئنا. ينبغي أن نضع اليوم تصوراً بديلاً للنهج الذي اعتمد منذ سنوات الحرب وتم تعميمه خلال مرحلة الأعمار. ويرتكز مثل هذا التصور على بعض المبادئ البسيطة. أولاً، نظراً لأن المخطط التوجيهي الشامل لترتيب الأراضي اللبنانية اعتبر أن حماية شاطئ العاصمة يرتدي أهمية وطنية مميزة، يمكن منع البناء على الأملاك الخاصة المتاخمة للأملاك العامة البحرية. وإذا كان ذلك بالقانون مش ممنوع، بس بالعرف في لبنان بيقولوا إذا ما عدت البناء بدك تعوض، بالقانون هذا مش موجود. فإذا تعذر هالموضوع على الأقل يمكن فرض معدلات استثمار منخفضة، مثلا ما تتعدى 1 أو 2 مليون على هالأملاك،
كما هو الحال في بعض المناطق الحرشية المتميزة أو في المحافظة، مما يسمح بتأمين حماية فعلية لشاطئ المدينة. وينبغي أن تترافق مثل هذه التدابير مع إعادة تفعيل التدابير التي أخرت سابقا وألغيت فيما بعد، مثلا كحظر إشغال أملاك العامة البحرية التي كان ينص عليها المرسوم 4810 الذي أقر سنة 1966 وألغي سنة 1989، وفرض على مالكي الإقرار التي يصبح فيها البناء 1-2% تنازل عن 25% من مساحة إقراراتهم للبلدية كي تقيم عليها حدائق ومنتجعات عامة، كما كان ينص المرسوم 4918 سنة 1988 والذي ألغي بدوره سنة 1989، كما ينبغي التأكيد على ضرورة فرض تراجع للبناء لا يقل عن 25 متر بالنسبة لأملاك العامة البحرية من أجل حمايتها. هيدا اليوم بلدية بيروت اعتبرت أنه هي ما بيطبق على بيروت، ببيروت بس مترين، كل لبنان 25 متر، بيروت بس مترين، قرار من البلدية ما في شيء بالعنوان. بس نسناء أيضا الشواطئ بالمفاعيل مرسوم الفلاني. شو بنكون عملنا؟ بنكون رجعنا حطينا أسس لدولة مثل ما كانت بالأول. يعني بالأول كان في شروط تنظيم مدن، بالأول كان في دولة إلى حد ما موجودة عم تفرض شروط، فلتت بالحرب وفلتت بمرحلة الأعمار، لازم نرجع نحط الأسس اللي كانت موجودة سابقا، ما عم نطلب نحن أكثر من هيك. إن وضع مثل هذا التصور البديل يشكل الركيزة الأساسية التي تسمح لنا بالضغط على السلطات العامة، كما يشكل مدخل أكيد الذي يمكن من خلاله أن ننقذ من ما تبقى من شاطئنا. ويمكن أن يتجسد هذا التصور باقتراح مخطط توجيهي بديل لمجمل المناطق الساحلية ببيروت من الوسط التجاري حتى عبر البيروت، تقوم بوضعه مجموعة من الناشطين والمهندسين ويعرض للرأي العام كتصور لمستقبل مدينتنا، ويصبح سلاحا يمكن فعلا أن نستعمله في وجه النهج القائم بالنسبة. لكن القوسي اللي برأيك المهم اللي تنعمل هي المخطط التوجيهي اللي بيأخذ في عين الاعتبار منع البناء أو تخفيض عمل الاستثمار بالإضافة إلى تراجع عن الشاطئ 25 متر، مش مثل اللي مثل ما عم بيصير بموضوع الإدنباي. الفكرة الحقيقة أنه ينعمل فريق يشتغل على هيك مخطط ويستعمل هالمخطط مع صور، مع يعني illustrations، مع إلى آخره، ويعرض للناس يقولون هيك ممكن يصير شاطئنا، هيك ممكن يصير. بلا البلدية هون عم نحكي وبلا وزارة محل البلدية، لأنه البلدية ما راح تعمل هالشيء، فعلينا نحن ناخذ هالمسؤولية. لازم نأمن شوية أموال، لأنه أكثرية الناس بيشتغلوا بالتبرع، شوية أموال بتشيل نقدر نطلق هيك مشروع. أنا برأيي هذا الشيء أساسي. لما البلدية ما بتقوم بدورة، لما السلطات العامة ما بتقوم بدورة، علينا نحن. شكراً حضرة النائب. حضرة الوزير شرب النحاس، إلك الكلام. شكراً. طيب، العنوان اليوم كيف ننقذ شاطئ بيروت. المسألة اللي نحن بصددها في بعض أصدقاء الحضور من 30 سنة هذه المعركة بالتحديد مبلشي فيها وقت. هلأ صار في مواجهات عديدة بأشكال مختلفة، تظاهر ومراجعات والآخرين. حصل ندوة فترة وجيزة لدعوة مساعدة النائب نائب المهندسين يلي تناولت أوجه عديدة فنية وأمنية وتاريخية. طيب، لتتناول هالمسألة، إنما عنوان جلستنا اليوم هو سؤال كيف؟ أنا ننقذ شاطئ بيروت، نبحث فيها بعد، بس مسألة كيف؟ يعني إجرائية، أنه الإشارة إلى التاريخ وكذا يمكن يعني لخصها صعب النقيب، بس فينا نستفيد فيها، مش هذا الموضوع. أنا جاي أطرحكم عن تجربة بديدة
تصور معين. يمكن قسم من الحضور بيتلاقوا معنا عليه وقسم بيختلف، بس ما بدنا نحكي اجرائيات، بدنا نحكي فعاليه يعني. طيب شو القصه؟ القصه بكل بساطه ما في شيء بيفصل بيروت عن باقي الشط، نفس القصه يعني. والمساله هي الى جانب ابعادها الهندسيه والبيئيه وحولين المصلحه تندرج ضمن سياق تصور لازم الكل يكون بعينه، يلي هو انه الشعوب من خلال دولة بتمثلها عندها ثروة موجودة وعليها عبء مطلوبة. هذه الثروة هي الأملاك العامة، الأملاك العامة مش بس الأراضي، الأملاك العامة النفط مثلا، الأملاك العامة هي مؤسسات بتكون مملوكة للدولة بأشكال مختلفة، مؤسسات عامة، هذا كله أملاك عامة وفي عليها بالتالي يعني على الناس عبء اللي هو الدين العام. يعني ثروة الناس المش خاصة المشتركة هي مجموع أملاك العامة ناقص مجموع الدين العام، وبالتالي الناس بتكون ثروتها المشتركة كمجتمع عم بتزيد لما يا ما في دين أو دين أقل أو عم بتزيد الملاك العامة، يا أما لما تنقص معناتها عم بينشال من موجوداتهم أو عم بينضاف على الدين. الصورة بكل وضوح هي إن من فترة من عقود يلي عم بيحصل هو سرقة الثروة الوطنية، إن كان من وجهة وضع يد بعض المتنفذين على أملاك عامة، ذكرنا هلأ الشواطئ والأملاك، بس مش بس هيك. يعني هاي التلزيمة اللي صارت بالاتصالات لتنفيع شركة خاصة انه هي تنقي الزبونات وتمد فايبر اوبتيك لتطلع الايرادات اللي هي تعود للدولة في حال انه الملك العام هو اللي عم يستعمل، هاي دي سرقة لمال عام، زيد شيء زيد شيء لا تختلف باي شكل من الاشكال. وبالمقابل في مراكمة الدين العام، مراكمة الدين العام طلع بصددها تمنا مراجعات عديدة بمجلس الشورى والآخرين، ساعة بيتهربوا القضاة انه ما عندهم صلاحية، ساعة انه عم بيراجع ما له صفة، معكم حق بس ما بتزبط ما بيطلع بيتنا. الى ان صدر قرار المجلس الدستوري اللي هو ملزم لكل الادارات والسلطات القضائية، اللي عم بيقول انه كل الانفاق والجباية وبالتالي كل الدين يلي تمت مراكمته خلال فترة 11 سنة لا يستند الى سند قانوني. طب شو معناتها هاي الجمله؟ هيدي معناتها انه عم نحكي عن شي 40 مليار دولار ما بيحق لحدا يطالبكم انكم تدفعوا ضرائب لتسددوهم، هيدا اسمه دين جائر بحكم من مجلس دستوري. الى ان يثبت انه ايه بس هيدي استثناء بنفوتها لانه ضروري، بس هو غير شرعي. انه في الواحد حتى لو شيء مش شرعي بظرف استثنائي يقول هيدي مبرره، بس هيدي بده هو يبررها، بالاساس هو غير شرعي. كما انه كل احتلال لاملاك عامه ما بده نقاش، هيدا يزال، لا تسويه ولا نقاش ولا تعديل ولا شيء ولا شيء ولا شيء، يزال. طيب لنحاول شوي نعطي فكره. ذكر سعاده النائب ونحن همنا بمواطن ومواطنات بندوه من فتره قصيره الرجب كان عم يديرها لتبيان كيف تكونت هالملكيات هنا في الدولة، ويا عين شو بتكتشفوا. بقى اليوم ده ما نرجع كتير لورا، شو عنا؟ عنا قصة ردم. نحن بحجة الزبالة والكارثة البيئية في عملية نهب منظم، من جهة نهب بالعقود، من جهة تانية نهب من خلال استخدام الزبالة اللي عم ندفع حقها قد ما لازم مرتين ثلاثة لنردم بالبحر تينطرقوا بكرة الأراضي بالبحر. هيدي موجودة بطرابلس، موجودة ببيروت كوستا برافا وهديك جل شو اسمها برج حمود، وموجودة بصيدا. أحلى شيء بصيدا صدر بوقت اللي ما كان في حكومة مرسوم مزور لردم 640 ألف متر بالبحر. مين ضيينه؟ مين ماضي؟ ماضي ميشيل ستيمان
وسعد حريري وريان حسن، طيب ما كان في حكومه، كانت بستيد الحكومه. بده فكره او بده شو رح يصير هون؟ طيب ثاني شيء في عندنا اللي قلنا الانفاق، هي بحجه الزباله انصرف مصاري على الزباله. انتم معكم الخبر انه ديوان المحاسبه بال 2000 اجى قال انه المصريات اللي عم تندفع لافيرتا من حساب الصندوق البلدي المستقل دون ان تكون اي بلديه موقعه على هذا العقد هو انفاق غير شرعي. بتعرف شو معناته انفاق غير شرعي؟ معناته اللي ماضي على الشيك بده يدفعه من جيبته، هيك معناته. هذا مش حكي نظري، هذا بقانون العقوبات واضح شو بيترتب عليه من المحاسبه العموميه. طيب الرخص، طيب ما هيدي الرخص قسم كبير من هؤلاء المحتلين الاملاك البحريه ياخذين ورقه من شي حدا، شي بلديه، شي وزير، شي خبريه. طيب ما هذا بده يتلاحق، لانه هيدا صار متواطئ بجرم اختلاس الملك العام. مش بس يلي عامل الضربيه، ما هو ليه عاملين الضربيه؟ لنكمل تسويات، بيجينا دائما تسويات، منطق انه في تسويات واقتناع الناس انه جاي تسويات معناتها ما في قانون، خلص منسوخ من الاساس. يعني قبل ما نناقش شو في بقلب التسويه، ببلاد العالم بصير زعرانه، انما في قواعد معينه بترجمها انه الناس مانا قديسين، يعني لا برا قديسين كلهم ولا هون الشعب شياطين، يعني البشر مثل بعض. شو القيود؟ اول شيء الاداره، الاداره بتتحرك، والاداره عم بحكي بمعناها الشامل بما فيها الاسلاك المدنيه والعسكريه المحليه والمركزيه، بلديه ووزاره وكلها، كله اداره بالمعنى العام. طيب هاي الاداره فيها ناس نعرفهم كثير بالشخصي، مع اني يعني مفجوعين قدنا قدهم بهذا القصه وبيعرفوا كل القصه. شو بيقولوا؟ ما طالع بايدنا شيء ولا نجرب شو بيعملوا ولا اخذ. المساله اساسيه، شو بيشتغل الموظف؟ اول شيء بيقبض من مين الموظف؟ شنو الدوله؟ بيقبض من الناس الموظف. اذا الموظف هو تماما بمثابه وكيل عن العالم، ومش بيشتغل عند الدوله وبيشتغل عند الناس. طيب هذا اذا كان هو بعلمه اليقين يحصل امامه اعتداء على حقوق اساسيه ملك عام او انفاق غير شرعي، برجع بذكركم زيد الشيها هو وقال له حدا بالتراتبيه الاداريه فوق منه انه اعمل هيك، وهو على علم يقين ان هذا الامر ما في جدال، يعني مش انه بدا التباس وفقه وقصص، انه هذا مخالف. وشو دوره هو؟ يطيع ولا عليها؟ عليه واجب التمرد، عليه واجب التمرد، لانه هذا بيكون متواطئ. لو ما قبلنا بهيدا الشيء كل جرائم الحرب بتصير مباحه، لانه دائما يلي راح قتل الناس حدا قال بروح يقتله خلص. لك مين قال الموظف معفي من المسؤوليه؟ مين خبر الخبريه؟ لا، ما انه معفي من المسؤوليه. لا الموظف بالماليه لما بيصرف مال من غير من غير احترام الشروط القانونيه معفي، ولا العسكري معفي لما بكف يده عن طمع مخالفة ظاهرة، لا ما بحق له. إذن نحن عندنا الإدارة نستسلم قضاء هيك بس، واخدين الحكام قد ما بدكم ترجع بتقلب الحكم. بس بدي أذكر لكم الحكم كتير حلو، طلع بالبداية حكم محكمة البداية على اعتداء معين انه هذا هو قام بالاعتداء وازالته والى اخره، راح استأنفوا الاستئناف ثلاث قضاة يعني قاضي مستشارين، قالوا انه كذا ماذا تأكيد كذا ومخالفة رأي محكمة البداية فيما خص إعادة الأمور إلى حالتها السابقة، كملوا حرفيا، إلى حين صدور قانون تسوية الاعتداءات على الأملاك العامة البحرية. هذا قاضي عم يحكي، قاضي عم بيقول أنا ما حطبق القانون لحد ما يطلع شيء تعديل بيلغي الجرم، شيء بمجد الخالق. طيب عظيم، يعني واحد بيقتل واحد تاني بالجرم المشهود بيلقطوه، بس هذا ما حنوقفه، بركي طلع شي نهار قالوا عفو خلوه خير، هذا القضاء. هلا اذا ما انحلت مع الاداره الواحد بيروح على القضاء، الاداره بالعاده بتحل هالمسائل، بيروح على القضاء انه يا ضايع الاداره من تبسي مقصره اللي بدكم اياه، بيروح على القضاء. شفنا اذا القانون
القاضي إجا قال يا خي هذه فيها حق واضح، بس النص القانوني منه مناسب لأنه بيحمل اجتهادات ويقيد قراري وإلى آخره. بيروحوا العالم وين؟ على التشريع. فهمت؟ هونيك العزبة. نحن هلا يعني الأوادم بيناتهم مجلس النواب المزعوم المدد لحاله ثلاث مرات بتعرفوا بدي بيجي. هيدول بيجوا بيقولوا لنا لخي هذه قانون معالجة الاعتداءات. اشكروا ربكم يلي طلع هيك، لو بتشوفوا لو تركناهم شو كان طالع. يعني بتصير الحجة الأساسية إنه قبلوا بمبدأ التسويات، لأنه لو ما ناضلنا وبذلنا جهود استثنائية كانت بعد القصة أقبح بكتير من هيك. عمليا اليوم وأضيف إلى القانون هذا اللي طلع بحجة سلسلة شو العلاقة؟ قال لي انه المعالجة انه هذا بضل ملك عام وفي شروط وانه لازم يحافظ على البيئة والتواصل الشاطئ والى اخره. سؤال، واحد ازعر تعدى على جاره سكت واذ بوقت معين قبل المعتدى عليه انه يا خيي نص يلي اردته الخدمة وترك لي البيت. اذا انتو بموقع الازعر شو بيتكون براسكم؟ يعني انه خلاص رح ترتدعوا ما تراجع ضل مكمل عليه، ما حدا منه رح يدفع شيء ولا شيء. بتصوروا يعني شو هالخبريه هي؟ دوله ما انا قادره تقمع مخالفه، بتروح بتساوي مع المخالف فكره انه هذا المخالف هون خلاص رح يصير زمتلي وبيخاف من الدوله ويا لطيف من سيف القانون القاطع رح يرتدع. افلام الميكي ماوس بتفرجي كيف القصص بتصير، ما بدها كثير دي بسيكولوجيا هي. طيب هلا بالتشريع الى جانب ذلك ما بيضيعوا البوصله. هلا في مجموعه من الشباب تحت عم بيحاولوا بحجه انه هن مهتمين بحمايه الابنيه التراثيه يثبتوا انه الاذن الاداري بالبناء اصبح حقا، وبالتالي اي نظر باعاده تصنيف انت استخدامات معينه للاراضي يستدعي تعويضا كاملا مسبقا. سوى وقتها مش شواطئ بيروت كله سوا نسوق، كله 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 هيدا نسوق. طيب هذه القصة. إذن المراتب الطبيعية يلي بمكان اسمه لبنان مفترض يكون في دولة يرجع للواحد يلي هي الإدارة، برجع بكرر، ثم القضاء، ثم التشريع، ثلاثتهم بواقع الممارسة مش عم نتجنع حدا. فلس ما في شيء. شو بيعمل الواحد؟ شكرا. طيب نحن امام اذن واقع يلي تاسس مثل ما قال النقيب خلال الحرب كوقائع بدا تنفيذها خلال الحرب وكلاعبين سلطويين نشروا وقت الحرب هن ذاتهم، يعني افعالهم ووجوههم من غير شر اجوا سوا ويحيى اني موجوده. هيدول لما لا يعتدون ب المرجعيات تبع شرعيته يعني الدستور والقوانين الأساسية والى اخره، معناتها هيدول مستمدين شرعيتهم من شيء غير السند المفترض. من شو؟ من القوة. هيدول سلطة الاحتلال. سلطة الاحتلال تستمد قدرتها من القوة او بسلطة الاحتلال. كيف التعامل معه؟ هذا بنوصل للحديث، وطبعا هذا موضوع بقدر انه في ناس عندهم اختلاف. مواجهة سلطة الاحتلال بتكون بشيء اسمه مقاومة. شو يعني مقاومة؟ يعني واحد انهزم، أقلية ضمن المهزومين بتيجي بتقول لا أنا رح أقلو هذا الواقع من خلال مقاومته. مقاومته يعني بده يقاوم بذهن الناس انه مش بالضرورة تقبلوا بالهزيمة. هيدا اسمه عمل سياسي. هيدا ما اسمه من دون تقليل من العمل الاداري والفني والى اخره. انا عم بعطيكم خلاصة تجربة. اليوم العمل لا يجدي ان لم يكن على صعيد سياسي مباشر. يأتي ليقول للناس ميزان القوى يلي انتو تعودتوا
بمرحلة حرب والاحتلال يلي تبعها والخوف من الحروب وإسرائيل والسوريين والآخرة، هذا ميزان القوى أنتم بعدكم بتصورينه هيك؟ لا، هذا بينقلب ميزان القوى. هيدا الأمر عم نحكيه بيعني المواطنين والمواطنات، وبيعني الموظفين، وبيعني القضاء، وبيعني كل العالم. قلب شعور بالهزيمة، إنهاء الحرب وما فعلها، بصير الحكي وقتها على أي ساحة وعلى أي شعار. أنا بتقديري كلما ضيقت الساحة كلما خسرنا. أنا مني ملاقى مناسب إجرائيا نحكي عن شاطئ بيروت، مني برأيي مناسب نحكي عن الشاطئ، مني برأيي مناسب نحكي عن الأملاك العامة. مشان هيك بدأت أقول الدين العام زيت شيء، ما في فرق بيناتهم، هيدول نفس المنطق يسري هنا وهناك، والمفاعيل ذاتها والفاعلون ذاتهم والمفعول بهم كمان. أي شعار؟ شعار منازعة على الشرعية، إسقاط شرعية القوة وفرض الأمر الواقع وترجمته بعناوين مختلفة من صنف تسويات وإلى آخره للمنازعة على الشرعية. هذا كيف بيكون؟ بيكون أول شيء بالعمل الميداني، يعني هيدا تواصل الشارع والملك العام، يعني بكل بساطة إنه كل واحد بحق له يمشي عليهم ويوصل لهم. فعلياً اليوم عامل تصويني هذا الأبضاي شاك ونازل بالبحر مدري كم متر وحط عليها شبك وإلى آخره. طيب هيدي بدها اقتحام، وخلينا نشوف الدرك مع مين بيوقف، ملك عام ولا مش ملك عام. هنا هيدا مهم، مش بس مشان الشباب والبنات يلي بيلاقوا مناسب يعملوا هيك عملية، طبعا بدها تخطيط هيدي، كمان للمواطنين يلي هن عسكريين يتحملوا مسؤوليتهم، مش هالقد اللي لسه بخوفوا يعني. إلى جانب ذلك الأعمال الميدانية يلي طبعا هذا بدها نناقش فيها جدية، العنصر الأساسي هي المواجهة السياسية، إذا عملوا انتخابات كان به، وإلا بمختلف أشكال المواجهات السياسية لتعديل التقدير الراسخ بأعمال الناس عن موازين القوى. وشكرا. شكرا معالي الوزير. لكن باختصار قلت لكن لازم نتوجه لنشتغل بشكل اشمل بموضوع بمواجهه سياسيه بموضوع شيء واعطيت شيء عملي اذا ما نبلش باقتحام المواضيع. هلا عندي سؤال لك لانه بعدين بس حاسال لك اياه لانه جربنا مره وبقول لك شو صار معنا وتجاوبني شو الحل. فكمان انه جربناه شوي بس على كل حال حنرجع نحكي عنه. دكتور إلي خطار، حضرتك محامي في كثير من القضايا الخاصة بالأملاك العامة، كنت عم يعني كنت الوكيل لها، ما بعرف كنت رافع دعوة لإزالة كل التعديات نشيله أو نشيله خبرنا أو بلس. شو برأيك أمام كل اللي عملته شو فينا نعمل برأيك من وجهة نظر أنو؟ أول شيء يعطيكم العافية، بدي أشكر جمعية نحن على الفرصة اليوم لنلتقى فيكم لنحكي عن هالموضوع المهم يلي للأسف قلنا منعيد هذا الحكي من بالنسبة لي من 2006 وغيري من قبل بكتير. قال له أنا من 2006 اللي حامل هالموضوع وماشي فيه، بس للأسف ما تغير شيء بعد لبل للأسوأ. يعني في جملة هيك ملاحظات صغيرة قبل ما بلش باللي بدي أقوله، قال أستاذ محمد عن المحافظ وأنه هن وجهوا له كذا كتاب وهو بيوجه كذا كتاب للمحافظ لحتى يجمع التعديات أو يمنع أو يحد منه. هو دوره لا يقتصر على هالموضوع، عنده بيقدر يروح أبعد من هيك. يعني المحافظ أي محافظ اللي كان مش مطلوب منه فقط يعني يعطي علم وخبر للمعتدي أو للمخالف، مش مطلوب منه، مش هذا دوره فقط، يعني انه بس خذوا علم وخبر انه انتم اللي عم تعملوه غلط. لا، بيقدر
بيقدر يطالب يطلب مؤازرة القوى الأمنية لحتى تروح تواكب الموضوع، وإذا فيك عمليات تعدي تزيلها. وهون هذا المعتدي إذا اعتبر حاله مظلوم أو بمحل محلات يعني في تجاوز لحقوقه، بيروح بيراجع مجلس الشورى الدولة بيطلب إبطال قرار سعادة المحافظ، بيطلب وقف تنفيذه. بس مش الموضوع إنه نحن إذا شفنا شيء غلط نكتفي بإصدار الكتب. هيدا علي قاله أستاذ محمد. بعدين على أستاذ حدث النريب كان عم نحكي نحن اليوم 2017 على باب 2018، عم نحكي عن ضرورة إنه نوضع تصور جديد وحلول جديدة. يعني اللي بيسمعنا بفكرنا كأنه هلا طالعين من الحرب، ما كأنه الحرب إلا 30 سنة خالصة. هذا الحكي لازم يكون عم نحكيه من 30 سنة، من سنة 90 لازم يكون الدولة تجي وتقول نحن بقى نعمل نوع من حالة الطوارئ، لأنه اللي صار بالشاطئ أمر غير مسموح فيه. وما بقى فينا نحن اليوم نتزرع ونجي نقول إنه الحرب دمر والقوى الأمر الواقع والفوضى اللي كانت سائدة. يا عمي في مناطق بكاملها تدمرت، هيروشيما تدمرت من ما بقى منها مين يخبر، ورجعت ليكو ما صارت لأنه كان في خطة وكان في حدا عم بيفكر لمصلحة بلده واعتمدوا مبدأ التنمية المستدامة ورجعت هالمناطق عمري. طب نحن بعد قلنا عين نقول إنه عم ندفع ثمن ومسببات الحرب اللي انتهت بتسعين صرنا 2018، هذا العذر ما بقى مقبول، ما بقى فينا نتحجج فيه. عن جد عيب، صرنا بمرحلة كنا عم نقوله قبل، هلا مش مسموح بقى نكتفي بالحكي. وكمان 100% مثل ما تفضلوا قالوا عن منطقة التسوية اللي هو عجاب بالذهنية اللبنانية. نحن بشغلنا كمحامين إذا عم نقول للموكل إنه طبي هذا الموضوع فيه عليه غرامات بالمعلي، بكرة بيجي 90% تخفيض. يعني عن جد صايرة القانون والعقوبة مبدأ التغريم مبدأ العقاب بلبنان فيه أخذ وعطاء، وفيه هيك إنه ما بيقبضوا جد. حتى قانون السير سانتور ينزلوا بيعملوا حملات إنه بدنا نطبق القانون بدنا نطبق القانون، بعد جمعة كل العالم حاطة السانتور، كل العالم ما عم تحكي على السبيلات، كل العالم ماشي تمام. بعد جمعتين ما كأنه صار شيء أبدا نهائيا. هذا مبدأ التجريم ومبدأ العقاب بلبنان بعده ضعيف. بموضوع الأماكن الوهمية ما بقى يحمل الموضوع أنصاف الحلول، بده إعلان حالة طوارئ لتنقذ ما تبقى من الشاطئ. وفعلا أنا مثل ما كمان ساعات النقيب حكي، أنا كمان بستغرب إنه طب لحقته وشوهته ولحقته وخفيته هالمنظر البحر عن العالم، هنو ماشيين على تسراد، يعني على القليل عملوا هالوترات مثل الخلق. عجب مثل أيام زمان كتير قديم وكتير بشعة وكلها لون واحد مثل العرب هيك ما فيها شيء حلو. يعني شوهته فهمنا، بس كمان أنا عملت مباني بشعة ما بعرف ليه، يعني عقلة المهندسين وعقلة المباني الحلوة والأفكار الجيدة غريبة. كرمال الموضوع هن المعتدين على الأملاك البحرية، كل ما أنا أكون مثلا حدا عم في شيء مداخلة بهالموضوع بده يطلع حدا من عم يدافع عن وجهة نظره، يكون عنده موضوع واحد، نحن مش قادرين ندفع غرامات، نحن بيربحونا جميلة، ونحن عنا عيال عم تعتاش من المنتجعات، وإذا عملت هيك عم تخربوا بيوت العالم، والغرامات ما قادرين ندفعها. يا أخي منك قادر تدفع غرامة ما تعتدي بالأساس، مين طالب منك؟ ما بدنا منك غرامات، تفضل ترك هالأملاك البحرية خليها وفل، ما بدنا منك غرامات. بس إنه بدك تشغلها وتتعدى على ملك العالم، وهو ملك العالم حقيقة، مش إنه هيك حكي، وما بدك تدفع الغرامات، ويا ريت غرامات حقيقية، هي غرامات متدنية جدا جدا، ما بتتناسب مع السعر الحقيقي للأراضي، ما بتتناسب مع السعر الحقيقي لسعر المتر. هيدي النظرة الدونية للأملاك العامة بعد للأسف ماشي لهلا. يعني الملكية الخاصة باللبنان مقدسة، إذا حدا بيسترجع يتعدى على ربع سنتي من متر جاره بتقوم لقيامة والدعوة، بس بالملك العام مستباح ما عليه بيا وجهة نظر ما فيها مشكلة. نو ليه؟ إذا حدا فات عندكم شقة سكنية فات تعدى عليها صدارة خلع الباب وفات قعدة، مش أول شيء شو بتطلبوا من القضاء؟ نطلب من القضاء الإخلاء، إلزامه بدفع بدل المثل عن الفترة اللي قعدها، تغريمه، عطله ضرر، كل هدول نطلبهم. مش بنطلب بس إنه ما بنطلب من القاضي، ما بنطلب من المحكمة،
انه نطلب القعده بيننا بس يدفع لنا غرامات، لا نطلب اخلاقه بطبيعه الحال، نطلب اخلاقه. اللي عم بيصير اليوم حتى بالقانون الجديد بعد الخلفيه تبعه مقاربه ماليه، يعني نحن كيف فينا نطلع مصاري اكثر من هذا الموضوع؟ كيف فينا نحن نجيب اموال للخزينه؟ ومش غلط، بس مش هذا فقط الزاويه اللي بنحكي فيها، في المقاربه البيئيه، وين رحتوا فيها المقاربه الشاطئ كقيمه وطنيه، ثروه وطنيه، وين هو الشاطئ؟ وشو بعد في منه للشاطئ؟ مثل ما حكينا ما شفنا بالفيديو اول الحلقه انه بيروت مدينه على البحر، بس وين البحر؟ ما بقى حدا يشعر بالاسم بعد بيروت على البحر، ما بقى حدا بيشعر، ما بقى حدا بيشعر البحر وقاطع من بيروت. المرسوم يلي حدد الرسوم الاشغال كثير بعضه متدني، الرسوم واطي جدا، هيدي هيك لازم تتعدل ومن بعدها يحتسبوا الغرامات على اساسها، مش تكون هي واطيه ونعملها ضعفين وثلاثه واربعه، ما هي اصلا واطيه، هي اصلا منخفضه، ما اسمع منها شيء. وكمان بدي اقول شغله صغيره، انه نحن اذا موضوع الحلقه اليوم تما نضل نحكي على المشاكل اللي كلنا صرنا بنعرفها، موضوع الحلقه كيف فينا ننقذ الشاطئ؟ ما فينا ننقذه نحن اقله من ناحيتنا كمحامين الا من خلال القانون وتطبيق القانون مثل ما هو، ونسعى لحتى نعدل القوانين لحتى تصير اكثر مواكبه للحجاج. ونلجأ للقضاء، هذا ملجأنا الوحيد، يعني ما عندنا غير القضاء، بكل بدكم تقولوا القضاء ما عندنا غيره، بس بكل الاحوال فينا ناخذ هيك كمان تما نضل عم نحكي بشعه بشعه. يعني كان القضاء عنده مجلس الشورى الدولي قرار صدر 2015 كان كثير متقدم بموضوع الدفاع عن الاملاك البحريه، ما لي منيح اقرا بس سطر واحد منه بيقول ان مبدا حمايه الملك العام هو المبدا الاساسي الذي يسود جميع الاحكام القانونيه، وان موجب حمايه الملك العام قرار الزامي وله طابع دستوري. يعني مش فقط الملكيه الخاصه هي محميه بموجب الدستور، ما في فرق، الدستور ما بيقول الملكيه الخاصه يعني عم يستثني الملكيه العامه، كل الملكيه هي مقدسه، هي مصانه بالدستور، الملكيه العامه اكثر لانه لها علاقه بالمصلحه العامه والخير العام، هي مطلوب تكون عندها صيانه وحمايه وصون وحفظ حتى اكثر من الملكيه الخاصه، او على الاقل تتساوى فيها، مثل ما في حرص على الملكيه الخاصه وما حدا يدق فيها، طب ما ذات الشيء الملكيه العامه ليه هذيك بتكون مستريحه والدوله مش سالانة عنها وحتى العالم مش سالانين عنهم؟ انا ما بدي لوم الشعب اللبناني، بكفي هموم، بس انه بيستاهل هذا الموضوع وقفه اكبر من هيك من الشعب اللبناني، بيستاهل وقفه تضامنيه اكبر، بيستاهل انه مثل ما حكى معالي الوزير عن المقاومه، ايه ما هيدي كمان جزء من المقاومه، مقاومه الشعب، مش بس اذا قال له زعيم وزال وتحرك بهذا الموضوع، ما هيدا هيدا كل الطوائف المجمعين عليه، ما هيدا شاطئ لكل البشر، لكل العالم، لكل الاحزاب، لكل الطوائف، والمعتدين من كل هالجماعات. طب ما هيدا الموضوع لازم يوحدنا، لازم يوحد كل العالم حتى مش بس الدولة أو اللي عم بيشتغلوا بهالموضوع مهتمين فيه والجمعيات، كمان الشعب هو يقوم بدوره بهالموضوع ويكمع ويطالب، إذا كان ماشي من منتجة لمنتجة ولقى إنه الشط مقطوش وحاطين أسلاك حديدية أو خشبية أو في حاطينه سيكيورتي ممنوع تقطع منه، لا ما يرضى، يعني هيك بيصير، بيقول لك هون السيكيورتي لا هون ما فيك تجي هون ملكية خاصة، وين ملكية خاصة وأنت أنا عم بمشي على الشط؟ انا عم بمشي على الشط، كيف بدك تمنعني؟ ممنوع حدا يمنع اي مواطن لبناني يمشي على الشط، هيدي ما بتجوز، وهيدي بتجوز بس بلبنان، وهيدي بتجوز بس بلبنان، علما انه لبنان منه ابدا راجعي بقوانينه، لبنان من سنه 25 في عنا قانون متقدم وبيقول انه الملك العام هو ملك للبنانيين، ملك عام لا يجوز تملكه لا بمرور الزمن ولا باي عامل ثاني. مع هيدا كله وين الملك العام؟ كله مثل ما كمان شفنا بالفيديو كله برايفت، كله صاير محميات، محميات، والشقف الصغير اللي بعدها مباحه للشعب ملوثه ومجويه ومش ما حدا ما قال لك ما في واحد يدعس فيها، يعني الا ما بيطلع معه مليون مرض جلد يعني للاسف. هي كمان مشكله الشاطئ مش متوقفه بقى، يعني ما بقى عم نقدر نخسر الموضوع بالتعديات والمخالفات، كل يوم في فضيحه، كل يوم في مشكله، موضوع شفط الرمول، طب هيدي منها مشكله طويله عريضه، موضوع تلويث الشاطئ،
اللي عم بيصير اليوم بالنفايات هذا وين بيروح؟ هذا الشاطئ شو بده عم ينظفه بعد؟ هيك بنكون عم نحمي الشاطئ بعد 30 سنة من انتهاء الحرب. هيدي الرؤية، هاي الاستراتيجية اللي عنا إياها لحماية ما تبقى من الشاطئ. هاي يعني الله يستر الأجيال شو الجاية شو رح يبقى من الشاطئ، ونحن عم نشوف شوية البحر هلا ما بعرف غيرنا الأجيال الجاية شو رح تشوف، شو رح نترك لها بعد لتشوف يعني. شغلة صغيرة بدي أقولها، إنه نحن موضوعنا الأساس هو كيف نقدر نجرب نلاقي حلول. بموضوع الحلول يمكن هذا أهم موضوع فينا نحكي فيه لحتى ننتقل شوي من التنظير أو من الأشياء النظرية لشوي الأشياء العملية. أنا بال 2006 عملت اقتراح قانون شامل متكامل فيه كل شيء، بس كان يعني إذا بدكم قانون بالمقارنة مع الأنظمة المتطورة ومع القوانين المتطورة كان بفرنسا بسوريا بكل هالبلدان اللي عن جد عامل قوانين متطورة بموضوع حماية الشاطئ تبعهم. كان عين النبرة وكان فيه شروط كتير متطورة وفعلا من شأنه إنه يحمي الشاطئ، لأنه كان دراسة أكاديمية ما بتراعي لا فلان ولا علتان، دراسة بتراعي الشاطئ فقط لا غير. ومنا عملنا هذا القانون، وقت عملنا هذا القانون كنت كتير متفائل وانه اكيد رح يلتقى مين يتبناه، واكيد رح يمكن الكتل والاحزاب رح تتخانق مين بده يتبناه، لانه عن جد ببيض له وجهه يعني، وعن جد بتكون عم بيقوم النايب بدوره كمشرع وعم بيقدم خدمه لشعبه ولناخبيه وعم بيكون قيمه مضافه بمجلس النواب، مش بس عم بيزفت ويقدم خدمات. بس بدك قانون يعني؟ نعم. قانون قمع تعديات على الأماكن البحرية، استلموا كذا نايب، أنا شخصيا سلمت لكذا نايب وقتا شافوه نحن بدنا نتبناه مثل ما هو يعني كبرت الفرحة بقلوبنا مثل ما بيقولوا هيك، وللأسف كلمة واحدة منه ما تأخذ، وكل مرة لتشوف عن جد أداة سطحية بالتعاطي مع هذا الموضوع. ابسط شغله كنت دائما اقول لهم يا عمي ما بقى تقولوا بدل الاشغال او بدل ايجار الاملاك البحريه، بدكم تقولوا رسم، لانه وتقولوا بدل يعني كانكم عم تحكوا عن املاك خاصه، وتقولوا رسم يعني عم تحكوا عن املاك عامه، وتقولوا ايجار يعني املاك خاصه، وتقولوا اشغال يعني املاك عامه، على القليله احترموا التعابير يلي تنسجم مع هويه الشاطئ كملك عام. حتى بهذا القانون بيحكوا عن بدل، يعني حتى هذه النقطة الشكلية الصغيرة البسيطة اللي ما لها يمكن مدلول كتير كبير ما أخذوا فيها. شو بدكم بعد تاخذوا للأشياء العميقة لموضوع الهدم اللي رح أحكي عنه هلا؟ أنا كمان قلت إنه وقت يكون في تعدي واضح ما في ترخيص ما في حل، مثل ما كمان قال معالي الوزير إنه خلص هذا يزال، يعني بأي منطق بده يضل؟ طب ما في ترخيص، يعني انا وتعمرت من دون ترخيص انا المفروض فيي كون عارف انه شو ناطرني، ماني ولد، كل انسان مسؤول عن اعماله، ما هيك؟ بالعكس اللي صار هو تماما عكس هيك، انه طرحنا كمان الهدم والقمع مثل ما القانون بيقول، مثل ما قانون العقوبات بيقول، مثل ما انه القانون الحالي غيب 100% قانون العقوبات والماده 737 والماده 738 اللي بتحكي عن قمع التعديات وازالتها ومعاقبه المعتدي، وهذا جرم جزائي متبادل مستمر. وينهم هدول بالقانون الجديد؟ ما في لهم شيء من القانون الجديد، ما حدا قطع على سيرتهم. رح نضل نعيد هذا الحكي على قصد الهدم والهدم وقمع التعديات من 2006 وبعد نقول يمكن 20 سنه لقدام ما رح يتغير شيء. مشان هيك جاي اليوم بمقاربه ثانيه لحتى نكون عم نجرب نعمل شيء، هيك رح ننطر 20 سنه وما رح ينهدم شيء. يعني نحن ناطرين هال 20 سنه، خلينا نقترح حل ثاني، انه مثلا هالمنتجعات يلي هي بتضل تقول انا حاطه رسامية طويله عريضه وانا عامله وانا هلا، ويمكن هلا في مشاريع مرتبه كثير وعن جد دافع ملايين دولارات، ما عم تقول ده خلي هيك الدوله هيك هذه الملكيه العامه كيف بتخليها عنا ومستباحه وتركتها، خليها تيجي تتفق مع هالمنتجعات تقول لهم انتم قد ايه دافعين مصاري؟ قد ايه بدكم وقت لحتى تطلعوا اللي دفعتوه مع الربح اللي بدكم اياه، لحتى تكونوا انتم طلعتوا اخذتوا الغايه من هذا المشروع اللي عملتوه وعملتوا الربح اللي بدكم اياه وطلعتوا كل الكلفه اللي تكلفتوه، بدكم 20 سنه 25 سنه فلتكم، بس من بعد هذه الفتره يعود المنتج على الدوله
يعود المنتج على الدولة، والدولة ساعتها بتقرر إذا لقيت إنه المصلحة العامة والمقتضيات السياحة إنه يبقى هالمنتج بتخليه، ولكن بيكون بانتفاع العموم، بيبيع في خدمات ولكن بيكون بانتفاع العموم. إذا لقيت مصلحة إنها تهدمه ما بقى حدا بيقول له وعيديك، لأنه صار ملك الدولة. بيكون هذا المستثمر أخذ حقوقه ما انظلم، ومن هلا اصلا هو اخذ حقوقه وعم يشتغل، وعم نعطيه بعد مجال لقدام لحتى يشتغل. بس على قليل صار عندنا امل انه خي هذا المنتج اللي ما حدا بيحلم انه ينهدم، احنا تخشيبه انجع بيقدروا يشيلوه على البحر، والتخشيبه في بيكون في وراها مليون دعمه. هذا المنتج على الخمس نجوم مين رح يقدر يهزه يعني؟ ولليوم بعدها عم تطلع مشاريع غير قانونيه. اذا بنعتمد هذا الطريقه يعني نحن مثل ما بقولوا بدنا ناكل عنه، ساعتها هذا صاحب المشروع التجاري اللي مش همه الا حاله عم ياخذ حقوقه، بس بالمقابل بنعرف انه الون تير هذا المشروع، هذا الملك البحر العام عم يرجع للدوله. وكمان مثل ما قال حضره النائب قبل شوي عن اخر الفكره، مثل ما قال قبل شوي انه نحن عندنا مشكله الاراضي الخاصه المتاخمه يلي عليها اشكاليات وكيف تملكوها. طب نحن بدل ما نجي كدوله نضل حاملين هذا السن بالعرض نقول انه هاو عنده سند ملكيه ما فينا نقرب عليه نقول له حق يعمره يا عمي، بفرنسا كل فتره والتانيه بتعمل استملاكات وبتدفع تعويض العادل. اذا في هالاراضي الخاصه المتاخمه كثير للبحر وعم تعمل هالقد اشكاليه، يعني خلي هالدوله تعمل استملاكات، تدفع للدوله، تدفع للعالم تعويضها، ما عم بدها تعويض، تدفع تعويض عادل، تستملك هالمناطق من هالمناطق وبيمشي الحال، بتصير هي كلها املاك عامه، على القليله بنعوض شوي من اللي خسرناه. بكان بيضلوا يشفطوا رمل من كعب البحر لحتى حتى يضلوا يحسنوا نوعيه الرمل، نحن بنشفط عن ظاهر الرمل وما بنشيل شيء، يعني ما بقى عندنا رمل، ما بقى عندنا شط، ما بقى عندنا بحر، والخير لقدام، ونحن بعدنا عم نتفرج، بنعمل اواني وبنعمل ندوات، بضل كل شيء يعني مثل ما هو، على القليله بركه بتكون هيدي هيك شمعه بهالظلمه، بركه الدوله بتاخذها على محمل الجد تتبناها ويكون عندنا امل المستقبل يكون في بدايه تغيير. بس شكرا جميل. لكن اللي حضرتك قلته انه لا يجب كمحامي يعني ما لك الا القوانين، وحكيت عن المتابعه بالدعاوى القضائيه وبالعكس نطرح قوانين جديده. واحد من الاقتراحات اللي قلتها محاولة مع انه قلت انه هذا موضوع دستوري، رجعت قلت ومعطيهم 25 سنة هنأخذينه بلدنا ايه، بس ناطرين، بس كمان بيتناقض مع المبدأ اللي بقول اللي بقول انه هذا متعدي محمد الدولة يجب الاخلاق اولا. طيب ايه على كل حال حاترك الحضور اللي يعملوا مداخلات، حاخذ ثلاث أربع مداخلات يرجعوا يجاوبوا، بالإضافة في أسئلة وفينا نحكي نرد إذا حدا عنده رأي باللي قاله الآخر منه. فحبلش معه، مين حيوزع بيكم؟ قلت لك أنا أول واحد يكسر. عطيه قبلي معني. لا معني. ما بيأسر. يلا. قبل ما يلتقى من النظام ما كنت بحسب. هلا بلشت أحسب. هاي يعطيكم العافية. الحقيقة الدكتور شربي الوزير المشارب اللي حبينا نشغلكم بالسلطة فيبدو انه اجاب عن سؤالي قبل ما اسأله، وهذا دائما كان يشغل لي فكري بكل المطارح اللي انوجدت فيها بالحراك المدني وبالحراك الشعبي، انه صح مش غلط انه يكون في تخصص لكل جمعيه تتخصص لمشكله معينه، مش غلط، وهي عزز الوعي. انا شخصيا بعترف انه من خلال اشتراكي بكذا نشاط بحراك بمحاضرات توسع وعي لكثير من المشاكل اللي عم يعاني منها البلد بما فيها الاملاك البحريه. لكن الدكتور شربي صبح بالمكان الصح، صلح بالمكان الصح، المطلوب مقاربة سياسية، وبعتقد بكافة المشاكل اللي عم نعيشها مختلفة بنوعيتها، بعتقد صار مستوى الوعي لقطة كلها سوا، وصلنا لمرحلة صار المطلوب تجميع،
مطلوب معركة وحدة، صح بضل في مواقع المعركة نشاطات، شط بحري، شط رمي، بحيرة، نفايات، بتضل مطلوبة هاي، لكن هاي معارك بسوى تكون تحت مظلة المعركة الأساسية يلي طابعها سياسي، طابعها سياسي. في خلط، وهون مفروضة كثير السلطة. دائما بتعابيرنا في خلط بين الدولة والسلطة. الدولة حرام. الدولة هي كائن جامد. تاخذ طابع البشري بس يديروها البشر. إذا البشر هن المسؤولين. البشر هن المسؤولين، وبالتالي من يدير الدولة هو المسؤول. أي سلطة أحزاب الطوائف. يجب دائما أن نشير بإصبعنا أو بأصابعنا إلى العلة، إلى المرض، أحزاب الطوائف يلي هادف السلطة. لقطة زمام السلطة. سرقتها. ثلاث دورات سرقتها. حسن بدي باختصار. بتمنى على كل الجمعيات وعلى كل المنظمات وعلى الحراك المدني والشعبي واللي بدكم اياه انه يتجمع تحت اطار معركه واحده. ما بعرف بدها هون صار بدها ابداع، صار بدها ابداع سياسي من قبل احزاب تقدميه وطنيه يساريه اللي بدكم اياه. ما نخاف منهم الاحزاب، ليه ما نخاف منهم الاحزاب؟ ليه ما نخاف من الحراك السياسي؟ ما كل شغلنا سياسي. حتى جمعيه نحن مثلا على سبيل المثال شغل سياسي، لأنه عم تتوجه للسلطة مباشرة بمسألة كثير مهمة، أملاك عامة. وأنا مع الدكتور شربي، الموازنة اللي بيعملوها ملك عام، الضريبة ملك عام، الموظف هو ملكي. شكرا. في مجال بس تعرفوا عن حالكم قبل ما، وبليز اذا في مجال كمان اللي بهمه، نحن النقاش عم بكون في نقل مباشر على الفيسبوك على نحن انا اتش ان دبليو، اللي بده يعمل شير كمان ياخذ راحته. بس المشروع اللي كان متقدم فيه بلكي ناخذه ونطلع عليه. وانا بدي رحب مره ثانيه بالاستاذ سمير مجدلالي ممثل مدير عام وزاره الزراعه لانه سبق لي شوي. شكرا. تفضل باختصار بس بليز، وعرفونا عن حالكم بس باختصار ليكون كل قادر يجاوب. الإعلامي لتجمع المستأجرين ببيروت الحمراء وبلبنان. أنا من سكان رأس بيروت من 45 سنة. مش هم نسمع. كنت حابب ضيف شغلي على العنوان لأنه جينا من شانه، كيف ننقذ إنسان شاطئ بيروت؟ لأنه الإنسان اليوم هو المهم بالقصة. وأنا مش هعمل مداخلة وسريعة، بس رح أحكي شغلات صارت حصلت معنا، وهي اللي بفتكر كل الناس بدأت تتأثر ولازم تسمعوا، والأستاذ المهندس لازم يسمعنا ليها، لأنه نحن مش جايين نتشكى على حدا أو نتشكى للدولة، لأنه ما في دولة. في شغلتين على البحر خيرين مهمين وحصلت معنا. في أهاوي بدها تفوت، أنت تنزل على شط البحر ما فيك تفوت لأنه بالعوائق والأوساخ مسكرينا، هيك مرة شردنا أجرنا وما فيك تحكي معهم لأنه محميين من حدا النافذ. هيدا الشط صدروه، يعني ما بقى فيك تفوت عليه، من عند تقريبا ماريلاند او هونيك لتوصل للريفيرا. وراح نحكي شغله بالنسبه للاملاك البحريه. الاملاك البحريه وين ما كان بالعالم، حتى بسوريا رغم الحرب، فيك تفوت انت تتصيد، تقعد تسبح ضمن البحر، ما لهم عليك، هن مصرين حتى البحر. هيدي اللي انتوا العنوان. في النقطه الاخطر من هيك انه البيئه البحريه عم تنقرض. تعرفوا ليه؟ لانه في ناس عم تيجي تسمم البحر. انا من الناس اللي قدمت شكوى لوزاره الزراعه، كنت اكلت قتلي لانه سربوا لهم اياهم للي عم يصطادوا هالشيء. انا عم احكيكم وقائع مشان تأيدوها عندكم. بتيجي بتحكي مع الدوله ما بتقرب لهول الناس النافذين يلي بيكبوا سم البحر، بيقتلوا السمك وبيقتلوا العوالق، ما بقى تلاقي حبه توتيا بقلب البحر. نحن من الناس اللي بنصيد من 45 سنه، بنعرف كيف كان البحر وكيف هلا صار. بعدين انا بس اخر شغله بالاستاذ شرب النحاس بالاذن منه، بالنسبة للتغيير السياسي والعمل السياسي، بدنا نبلش من بيروت. ما بتنقذ هيدي العملية إلا لكل إنسان مقيم من بيروت، مش ضروري يكون ابن بيروت من برا، بس مقيم هون يقدر ينتخب ببيروت يقدر يغير، غير هيك ما فيك تغير. شكرا. استاذ راشد.
يعطيكم أربعة كين. أربعة ساعة. ما عم ننصح الكل بس هو ما بيحكي. ليش أنا رح أقول شغلة عندي خيط بيربط كل الحكي اللي انحكى. نبلش أكيد ما في تطبيق قانون بلبنان. فتنحارب تنعمل قوانين جيدة ما زلنا ما رح نطبقه. رح استعيد نظام الملكية المشتركة. في عنا قانون اسمه قانون الملكية المشتركة ببناية وحدة. قبل ما نوسع على مستوى الوطن ببناية وحدة بنروح نشتري شقة بيقول لي في مخالفة بالقسم المشترك. بروح بعمل تعهد عن كاتب عدل أو تكليف تفويض من كاتب عدل للبلدية يلي ما بتتدخل بالملك الخاص بيقول لي روحي أنت زيل المخالفة وأنا بسحب بني دمتي. من هونيك ببلش الغلط. أستاذ إلي إذا بدنا نشتغل خلينا نروح نصلح قانون الملكية المشتركة يلي كل يوم الناس بيتقاتلوا مع بعضهم كرماله. هذا الشيء كتير مبسوطة فيه السلطة عملته معممته على كل البلد. كل الناس بيتقاتلوا مع بعض بين هالهمروجة بين هالفوضى يلي كأنها بتشبه الحرب. بيضل الحالة عطول متوترة بالبلد وعطول بدنا نساوي الأشياء بسرعة لحتى نمشي الأمر. المجموعة اللي قال عنا النقيب بتمنى إذا بنقدر ندون عليها تعمل جردة عامة للملك العام بلبنان تنشوف نحن كل مواطن لبناني قد ايه حصته بهالشركة. إذا الملك العام ملكنا كلنا مثل ما قال الدكتور نحاس بنحسب وبنحسب بنخصم منه الدين وبنطلع قد ايش نحن حصة كل واحد تنقل له لكتار ناس إنه يا أخي أنت قد لك قيمة لك حصة بهالشغلة. هذا تدبير عملت نعمة المهندسين كنا نحن بيدفع المهندس لينتسب لنعمة المهندسين مليون ليرة. النهار اللي بيصير المهندس بيكون شريك ب10,000 دولار. طيب يا أخي كيف بيدفع مليون ليرة تيصير شريك ب10,000؟ فنعمل ريكتيفيكاسيون صغيرة أحسن للاعتبار. لا يجوز ملك عام يكون تحت وصاية وزارة أشغال. كمان هو عندنا خلل كبير تنظيم الوزارات. في عندنا خلل في تسمية الوزارات توزيع المسؤوليات فيهم. الملك العام لازم يكون له وزارة خصوصية بقلبها بده يكون في تنظيم المدن وبقلبها لازم يكون في التخطيط وبقلبها لازم يكون بيجي واحد بيعمل حادث بيضرب عمود كهرباء وبيفل مين بيلحق ومين بيعرف تمر على الطريق تلاقيه مثل كأنه ما عنده أكل. فالإنسان اللبناني مستهتر إيش عنده الملك العام مهمول فبيعتبر إنه هو ما له دخل فيه. وأنانيته الثاني من مطرح تاني عندنا مرض كمان إنساني بدنا نعالجه بقصة أنانية اللبنان إنه بعد حماري ما ينبت حشيش. هذه مشكلة كتير كبيرة. لحد ما أوصل لأقول اللي حكموا بلبنان كل الفترة من الاستقلال استعملوا سياسة الرشوة. يعني بندفع 100 مليون دولار للعكار. هلا هي عايزتهم للمية مليون وبدنا نعمل تنمية متوازنة بالمناطق بس بندفعهم بوقت اللي بدنا نعمل الزبائن. كيف الزبائنات بنعطيكم 100 مليون. بنعطي 100 مليون للبائع تنكب الزبائنات عندهم. هيدي الرشوة العامة هيدي مرض عويص بيتطلب ثورة بمكانهم. وبالآخر بدي زيد على الملك العام اللي ذكره دكتور نحاس. نحن بالهندسة من جوات البيت إن شاء الله بعمل شو ما بدي. أنا مهندس وبتمنى هون كمان النقيب يقول لي إذا عم فكر صح أو غلط. لكن واجهة بنيتي أبدا منا ملكة. واجهة بنيتي هي ملك عام. ونحن إذا منتمن مظبوط يعني إذا بدنا نعمل القيمة الحقيقية لملكنا العام ما بدنا نقدرها بثمن. يعني ما بدنا نسعر الملك العام بدنا نشوف شو قيمة الملك العام يلي هو رقم يفوق بكثير كثير كثير لأنه بده ياخد بقلبه البيئة بده ياخد قلبه الصحة العناصر يلي بلدان ولا مرة حدا حسبها. هدي آخر شيء هياخد بعد سؤال وحاعطيني شايفك بعد سوري ما تخزنا. هدي الفرفور من جريدة الأخبار. بس كنت بدي أطلب من النقيب إذا بس يمرق على القرار البلدي اللي أخذته بلدية بيروت اللي خاصه بالابتعاد عن الشاطئ مترين بينما بقيت المناطق 25 متر. بس إذا فيني عزمك نقيب بس تستفيد بهذه النقطة لأنه هو القرار البلدي كانت بأخذيته خلافا للقانون أو شو بنص عليه. شكرا. في
حدك بس في رفع ايده وحارجع اعطيهم ال ايوه. وبدي رحب هالوقت كمان بمعالي الوزير شمس الدين، بعتذر انا ماشيين بال ما بعرف انا بدي احكي هيدي ملاحظات حسيت فيها لما شفت احاديث الاساتذه الكرام حقيقي اللي بعرفه واللي عرفته هلا، انه فكره الدوله يمكن لانه صار في 30 سنه من بعد حرب الاهليه ما كان في دوله، فكره خاطئه جدا. يعني عم بيقوم مثلا بدي اعطي مثلا شعار مواطنين ومواطنات في دوله، فكره الدوله اساسا يعني خلقت مع ما يسمى اليسار بفترة معينة، واللي جاي من الثورة الفرنسية ومن بعدين الانعكاسات الماركسية. اللي بدي أقوله مش هون المسألة، اللي بدي أقوله أنه الدولة، أنا لما نزلت بمظاهرة كانت عنوانها الاعتداء على الأملاك البرية، حسيت بعدين من بعد ما رجعت من المظاهرة أني حقيقي ركبت على ظهري إشارة ما بتخصني، لأنه في حلقة مفقودة بين الشعارات المطروحة وبين الحقيقة اللي الناس ما بتعرفها. الناس ما بتعرف يمكن أنه ما في اعتداء، الدولة هي المسؤولة أساساً عن كل الـ 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 الأراضي اللبنانية، حتى الأراضي الخاصة الملكية الخاصة هي للدولة ولكنها أزلية. بس الـ 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 الشط بحد ذاته طبيعي انه يكون ملكية عامة. بس انا سمعت ناس عم بيقولوا نحن شو لنا خصة، هيدي عقارات خاصة حتى على الشط. يعني الناس ما عم تقدر تفهم انه دور الدولة ما له خصة بال، انه دور الدولة هو ان تقمع كل المخالفات. نحن ما كان لازم حتى ننزل، لانه كان لازم نعرف قبل انه الدوله هي المخطئه. ما في تعدي على الاملاك البحريه، في تعدي على سلطه الدوله. يمكن عدم وجود رئيس جمهوريه لفتره طويله سمح لهالتجاوزات. وهون حضره الافوكا مسيو الافوكا قال اشياء كثير مضبوطه، انه بدها تطبق القوانين. وبعدين لازم نفهم انه شو معنات الدوله. الماركسيين فهموا الدوله لفتره طويله من انترناسيونال ما رح استفيد بس هون في شغله كثير مهمه، انه حتى فكره يعني في شيء بالقانون بالدستور اللبناني بيقول انه الناس اللبنانيين هن للأزل لبنانيين، وهذه شغلة كتير كتير مزبوطة وكتير متقدمة باقتراح الأوانين. وعلى هون اللي بدي أقوله واللي بدي شدد عليه، يمكن اللي قلته ما فهم الناس قديش في فصل بين فكرة الدولة كدولة علمانية عصرية وبين اللي عم بينحكى عامة. يعني الإعلام ما عم بفهم العالم انه الدوله هي يعني هي مؤسسه بحد ذاتها قويه وفيها تكون فاعله. شكرا شكرا لك. طيب حاخذ منهم بس بدي برجع لعندكم هذيك بعد اذنك. انا يلا تفضل اذا سؤال سريع. يلا مش قصة بلديات، قصة السلطة اللي لازم تنعطى للدولة. سلطة الدولة أقوى من سلطة البلدية. طيب.
نقدر ننزع هالشرعية ونقدر نشيل الأقنعة ونشيل ونعريهم، لابد إنه نعمل معارك محددة. في معركة شاطئ بيروت، في معارك الشاطئ بشكل عام، في معركة مش عارف البترول، في معركة الغاز، في معركة الكلام دائم إنه أنتم مش ما عندكم شرعية، أنتم ما عندكم شرعية، إنه كذا كذا كذا، ما بيفيد ما بيفيد. لابد إنه تجاه المواطنين من خلال مجموعة معارك متتالية شوي شوي نبني ثقة إنه والله فعلا هالسلطة ما عندها شرعية. وهذا بيعطي معنى لمثلا الشغل على قصة شاطئ بيروت، شغل على قصة الشواطئ، شغل على قصة الدين العام، شغل على قصة كذا 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 إلى آخره. أنا هيدا رأيي، وهيدا بيعطي معنى لكل مجموعة هالمعارك. وكل واحد بيعمل معركة مطرح ما بيعتبر إنه بيقدر يفيد أكثر. هلا بخصوص قصة المترين والخمسة وعشرين متر، في قانون عام، في مرسوم عام عن الشواطئ اللبنانية يفرض تراجع 25 متر عن أملاك العام الواحد. قررت بلدية بيروت إنه هال 25 متر لا ينطبق على بيروت، وقررت إنه الذي ينطبق على بلدية على أراضي بلدية هو قانون التراجعات اللي بيقول انه الشارع اللي عرضه 20 متر بيتراجع عنه هالقد، الشارع اللي عرضه كذا بيتراجع عنه هالقد، الشارع اللي قال من 9 امتار بيتراجع من العكس تبع الشارع كذا. وفي فقرة بهالسلسلة التراجعات بتحكي عن الشوارع بتقول وباقي الأملاك مترين. فاعتبرت انه أملاك العام البحرية مثل الشوارع مترين. بالوقت اللي المرسوم اللي بينظم كل شواطئ اللبنانية يفرض 25 متر. وهذا بين بشكل اساسي في مشروع الادم بيت. لانه لما عرض المشروع الاولاني على المجلس الاعلى للتنظيم المدني، قرار مجلس الأعلى هو تراجع 25 متر. وبعد ذلك بلدية بيروت احتجت وقالت لا هذا ما بينطبق علينا مترين. رجع مجلس الأعلى رجع كرر من جديد 25 متر، رجع قالوا له لا مترين، فتراجع المجلس الأعلى قال اوكي اذا قلتوا مترين بس ما طلع فيها مرسوم ما طلع فيها مظبوط البلدية قررت اعتمدتها بالرخصة. صح. ليش بالرخصة؟ مع العلم انه كان في كذا قرارات، طبعا المدرب بقول 25 طبعا طبعا. لما عرض المشروع الاول مش هيدا المشروع، يعني المشروع الاول كان اكبر كثير من هالعقار والعقار اللي فوق. لما عرض على المجلس الاعلى قال 25 متر اول مرة وثاني مرة. بلدية بيروت تجاوب انه لا مترين ما بينطبق علينا ال 25. فالمجلس على قال اوكي طالما هيك. معالي الوزير بس انا بدي زيد بعد بس نقطة لك كمان. هلا نحن على الاقل شاركنا بثلاث اذا بدك معارك، عم نسميهم معارك. سميهم معارك كانه اسماء حربية يعني، بس الفكرة بيعدلون لما طلعنا عمال وصلوا الشباب على البحر هجموا عليهم، قطع المستشفيات الشباب بحرش بيروت نفس الشيء برمله، يعني هذا الشيء مدنيا عم بيصير ولقوا. بس مش بس هيك صار يصير هيك، وصاروا كمان يتقوهم على المخافر للتحقيق. فهذا الوضع يعني امام هالوضع شو رايك؟ بحب يعني زيد انه هول صاروا وتجربوا كمان، وعمليا حتى صار في خوف ناس تنزل احيانا على التظاهرات كمان ما يتعرضوا لهذا الشيء. فبس حبيت زيد هذا. طيب لا ما بنعرف هالشيء، يعني مش شايفينه تماما. انا اللي عم حاول اقوله انه اليوم في مناسبه انه عمليات ميدانيه من هذا النوع يكون مخطط لها
بطريقة إنه يكون لها واقع. برجع كان الواقع فيه مش قضية بس جمعيات، الجمعيات عم بتقوم بكل دور. أنا كمان مضيين حياتنا نشتغل بمجالات معينة، يعني مش إنه هذا حكي بهور، عم نحكي بالسياسة، عم نحكي عن تجارب تغذية المواضيع وإدراك الناس لحقوقهم ولهذا الحقوقهم وإلى آخره بمجالات مختلفة أمر ضروري، إنما أمر ليس كافيا، لأنه نحن قدام سلطة تستمد شرعيتها من فرض القوة، وبالتالي خبرية الواحد يروح يخبرهم ويعمل لهم دراسات، يعني عاملين دراسات، يعني دراسات واقتراحات قوانين عن جد بعدكم مصدقين إنه هيك القصة؟ يعني الدستور إذا أخذتوه في 100 مادة مخلوق منهم 70 وحدة، إنه مصدقين بعدنا إنه والله عندي فكرة لحلهم؟ لا، هيدا العمل ضروري لكي يتكون وعي عند الناس عن حقوقهم وقديش مهدولة، بس هذا ما بيودي لنتيجة. المكمل الضروري له هي المواجهات السياسية اللي بتسمح بتعديل الصورة اللي بتكوني بذهن الناس إنه ما بيطلع بيننا شيء، لأنه لو الناس مقتنعة إنه بيطلع بإيدها شيء ما كانت تسكت على كل هالشغلات من بين عين الشمس، يعني ما في شيء مخبى، ما في شيء مخبى بكل المجالات. مجالات شو بدنا نحكي؟ مجالات خذوا مجالات الحقوق الحياتية، قضية التعليم، قضية المدارس، بيطلع مرسوم، بيطلع قانون بيعدل سلسلة الرتب والرواتب ويطبق على المدارس الخاصة، لأنه المدارس الخاصة مرتبطة بالقانون ذاته تبع هديك، بيطلعوا ما بدنا ندفع، لكن ما بكون تدفعوا، قال بيجوا بيفاوضوا وقاعدين مع الوزيرة اللي عم بيناقشوا وقال لها بتشحط الأولاد. كيف هالحكي هذا؟ بالأساس مش بالنقاش، بعدين مجرد الدخول بالنقاش هيدا هو انهزام. قضية انه انا بدي فاوض معه، لا ما بفاوض معه. قضية انه موظفين عالم، يا خي هذا العالم اللي موظفينه كمان، ترجع الحديث، انت معتدي على ملك عام، هيدا ملك عام خلص ما في نقاش عليه. يلي معتدي مش الموظف، انت الكيان المؤسسي يلي مالك، ينزع مالك هالبنيان، تنزع الملكية عنه بس بتضل المؤسسة. يعني هيدا صاحبها بده يتقشط، وبده يتقشط من أملاكه الخاصة إذا ما باعوا المبلغ الكامل ليعوض. إذا ما طرحنا مسائل واضحة لأذهان الناس ما بيعودوا بيشعروا إنه هالمواجهة ممكن توصل. لما بتصير قضية تفاوضية وإجرائية وإلى آخره، هيدا منيح تنكتسب المعرفة، بس لما بدنا نرد للناس الشعور انه مش فالص وما بينعمل شيء بهالبلد، يا منهاجر لبرا يا منفوت بشي عصابي، بده يكون الكلام واضح تيقدر يستسير الهمة على المواجهة. وهون المواجهات الميدانية تاخد بعدها طبعا بإطار سياسي عام، مسألة كبيرة. يعني اكيد الشهادة اللي عملتوه والشباب احنا مش بعض عن بعضنا، يعني بنعرف شو القصة. بس شو قصدك ساعتها بالسياسة؟ مثلا نحنا جمعية ما بنعتبر حالنا كل شغلنا هو سياسي، يعني كل هالمفاوضات كل هالمواجهة ما بدنا نزعج الحضور، بس هيدي مواضيع نقاشات طويلة لما احنا نقيب وكذا. في ناس بيقولوا نحن ما بنشتغل سياسي ونحن بنشتغل انماء، ما سمعناهم هدول المواويل، معناها ما نحن عم بيجي فرق، عم بيجي اليوم بحكي حديث موجه لحضور لكي لا نروح فرصة إضافية، ما نرجع نعيد هاي الاسطوانات التافهة. لا انا ما فاهم قصدي، بقصدي انا فاهم قصدي، لا قصدي انه بالنهايه كل الشغل هو سياسي، يعني صراع سياسي، ولا بكون عم تحكي المسائل العامه هي عمل سياسي. شو لك سياسي؟ هي الزعرنه اللي وحاعطيك، بس لانه عم بعطيهم في الدور برجع لهدا. بدك تعطيني لانه كمان عندي شيء لك. طيب يلا اذا عندك شيء فرض مره حلو احنا نطلع ديكتاتور معه. لا انا وافق مع كذا نقطة قالوها الشبيبة. نحن هلأ نحن دخلين، أنا مهندسة عمار وبشتغل مع بيروت مدينة محملة الدالي موجودة على 50 جوة، يعني اختلاف اختصار بدي أقول شيء، وعم نشتغل على الأرض، لأنه من شغلنا على الأرض حتى تخيل مع المدارس ما بيعرفوا شو يعني الشأن العام، ما بيعرفوا شو يعني حقهم بالعام، ولا بيعرفوا الملك العام. لما عم ناخذهم نحن ما بيعرفوا انه رصيف عام وهن بيملكوه ولازم يطالبوا بحقهم فيه، وهن اللي بيقرروا كيف يكون، كيف هو يجاوب على حاجاتهم وكيف يتخطط، لانه هن اللي بدهم يستعملوه. وهيدا طبعا هيدا بفتكر منهج عملوه من بعد الحرب، كيف انه ما في شيء عام،
ما في بارك عام، ما في جنينة عامة، ما في شيء تما يجتمعوا الناس بين بعضهم، وما في تربية، ما في تربية، وغير انه ما في كتاب تاريخ. فانا برأيي بوافق مع اللي قالوه، كتير مهم نحن كلنا نعرف شو يعني العام بمثل ما عم نحكي اليوم بهاللغة. لازم نحن نتوجه للعالم نقول لهم، ويعني كمان على الشط لما بنقول لهم نحن عن الشط انه ايه اخر همنا هلا وقفت على الرمل البيضاء وعلى ايدن روك، يعني ما في الاكل والشرب والمطرات والمي، يعني بيحكوا لازم نحن نتوجه بشؤون بلغه بسيطه للعالم، وهيدي بدنا ننشرها يمكن مع المدارس والجامعات عن حقك بالعام. هاي من جهه، هيدي من جهه. من جهه ثانيه يعني نحن مع نضالنا كله اللي عملناه كان على الدهلي ولا على الرمل البيضاء، لما نزلنا كل العالم جنوبيه شو صار بالدهلي بس كل العالم نزلنا وقدرنا نتوحد وننزل وصلنا على محل. نحن بكل تحركنا عم نشتغل قضاء وعم نشتغل كل شيء، بس بالاخير في تصاعد وصلنا للماكسيموم. يعني حتى نحن كمجتمع الجمعيات والمجموعات ومجتمع مدني اللي ما بيحب يقولها شربين والحركات السياسية كمان الناس اللي نزلوا معنا، ما فينا نعمل شيء بالمدى القصير. بالمدى القصير بدهم الكوميونيتي، يعني اللي ذوي الصفة والمصلحة هن أهل المنطقة يلي بحق لهم بالشرط. نحن ما عندنا كوميونيتي بالدالية بتاعت الروشي، ما في ناس، ما في ناس ينزلوا معنا على الرمل البيضاء، ما قدرنا العالم فيها تنزل، ما بيجوا ليال الأمن الداخلي بياخدوها محاكم عسكرية لما بيكونوا كلهم ماس عم ينزلوا، عم ننزل نحن كلنا سوا. ففي مشكلة بالمواطنين بالناس، وهي هي اللي بتو... عم تسأل شو صار بالمشروع؟ ما حدا بيعرف شو صار. أي مشروع بالتالي؟ بلا المشروع هلأ مجمد، وآخر مشروع شفناه ومعمول فيديو يا لطيف شو محسن، اخذ الدالية كلها في بقلبها مول، وهن شو عاملين اخدين مثل وما رح ننشره هلا، اخدين مثل الموفامبيك وبدهم يعملوا 200% الارض مرتين بدهم ياخدوها وبقلبها مول، وعاطين ال 25% على فكره انه والله مش مثل 169، عاطين 25% حدائق كلياتها مزروعات بدها مي، يعني ما بعرف كله 3D، يعني اللي بيعرف بالهندسه 3D، وفي بقلبها بوتيك اوتيل ومسكره كلياتها ولحد الصخور، يعني حتى الاملاك العامه البحريه ما مبينه كلياتها رايحه، حتى ميناء الدالية التقليدي واللي هو طبيعي ارث طبيعي لانه جيولوجيا مشكل هو هيدا رايح. وهن على فكره كمان اصحاب الاراضي الخاصه هن يلي ما خلوا الدوله للاسف بوزارة الأشغال لما بسنة 2012 إجا تمويل ليأهلوا مين التالية، بلشوا فيه بال 2013 وقفوا بضغط من أصحاب العقارات الخاصة. فيكم تتخيلوا أرمى طويلة عريضة مع تمويل وزارة الأشغال بيوقفوا تحت طلب لا من أصحاب الأملاك الخاصة. نحن بدنا كلنا لازم نكون معنيين، لأنه أنا في شيء، أول شيء من شان المحافظ، المحافظ هو اللي عم يعطي الرخصة، يعني الجرم تاع المحافظ مش انه ما عم يطلب من الامن الداخلي او مش عم بيمارس يلي بحق له، لا هو اللي عم يرخص، يعني الايدن روك اخذ رخصة. نزلنا لعند المحافظ قبل تقرير استاذ جاد، نزلنا لعنده كمان، نزلنا كانوا نحن معنا كلياتنا، نحن بيروت مدينتي حطينا الخرائط 14 مخالفة اساسية، وبكل بساطة ما ردوا. ثلاث من اعلى سلطه قضائيه مجلس الشورى طلع ثلاث قرارات بتوقيف المشروع، ما حدا فارقه معه. وزاره الاشغال اربع مرات بعتي هي وزاره الاشغال هي اللي مالكه، هي اللي مديره اللي بتديرهم، بعتي اربع كتب لكل العالم وللامن الداخلي نزلوا وقفوا في تعدي على الاملاك العامه البحريه، ما حدا رد عليها، وزاره الداخليه ما كانت عم تتحرك. فالمحافظ في اكثر من هيك يعمل شغلي، بس سوري طولت كثير، ما حبيت كثير، مش انه ما حبيت، لا منا حب ومش حب، يعني فكره انه ايه انا من الموفامبيك وبكره لكامبنسكي وموفامبيك يعطيني، اول شيء ليه بدي اعطيهم انا؟ ليه بدي اعطيهم مثل ما قال دكتور شربي؟ ليه بدي خليه يطلع ارباحه؟ ما هو متآمر، ما هو اذا بتطبق القانون يلي بالدستور ال 1925
هيدا حتى لو اخذ بمرسوم من من سلطه فاسده لنقول لانه عم تبيع شيء ما له حق تبيعه، هيدا متآمر لانه هو بيقول بتخلص المرسوم في يسترد برجع كل شيء، ليه انا بدي خليه يربح ويطلع ارباحه؟ هيدا شريك بالتعدي على الاملاك العامه البحريه وبعدين يرجع لنا اياه والدوله. انا مثل ما شايفتك هلا افتراضا باحلى سيناريو رجعت لنا اياه، حيخلوه للاوتيل وحاجب البحر وما منكون نحن. وين الضرر اللي على 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 الشط اللبناني على 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 الصخر على البيودايفرسيتي؟ من وين القتل؟ هيدا بدنا نغرمه نحن. اذا عم نحكي عن جد نحن مواطنين بدنا مصلحة العامة تاعت البلد، نحن بدنا نغرمه وندفعه ملايين الدولارات لحتى يعوض عن كل الضرر البيئي يلي والضرر الثقافي. روحت ثقافتنا بيروت كلها شط بحر، ما بقى راح الارث الثقافي والارث الطبيعي وصار. شكرا حتروبة، بس كمان بزيد عليها على سؤال، بزيد على سؤال حكيت عن في شيء ناقص بكلامه ونسيته هو كله بغطاء سياسي. طبعا صح. بدي زيد كمان، انت قلت 1925 احلى قانون، بس سؤال ما هن اعتبروا انه قانون 1925 في ثغرات انه بحق لهم الاستثمار وطلعوا على اساسه مراسيم سمحت بكل هالفوضى اللي نحن شايفينها. كمان اذا فيك توضح لنا هيدي. انا اقصى امنياتي الهدم وانا طرحته بالقانون. انا بالقانون اللي عامله مش قايل الا الهدم والا قمع التعديات وبدك اياه وبعدني بقولها كل يوم، بس الواحد في واقع على الارض اليوم انه مش الدوله ما رح تهدم، لانه الدوله مين ورا هالمشاريع كلها؟ هن النافذين يعني مش المواطنين العاديين. فانا وياك قادرين نهدم هلا، انا بنزل هلا اول واحد. النافذين منتخبين من المواطنين مين ما كان يكون هن نافذين. فانا عم جرب اكون عملي لانه انا حطيت المبدا وامن فيه معك للابد، يعني لانه هذا جرم جزائي متمادي ومستمر والمتعدي ما لازم نكفيه، ومش بس لازم نغرمه لازم نجبره يخلي وبدك. انا معي، فاذا قادرين نعملها انا حاضر وانا مؤيد 100%. بس اذا لقى أقل له نتأمل بعد 20 سنة يرجع لنا الشاطئ، لأن بعد 20 سنة ما لقيت أشاطي بس من هالمنطلق. والقانون 1925 أنا حكيت عنه من منطلق أنه بيقول وبيكرس أنه الشاطئ هو ملك عام لجميع اللبنانيين، بالوقت اللي نحن اليوم هو منه لجميع اللبنانيين، هو صاير ملكية خاصة صاير محميات. هذا بس عم بقول أنه هو متقدم من هال من هال من هالمبادئ العامة المتقدمة اللي تبناها ويلي صاغة. في اسئله بعد قبل ما نحكم؟ لا انا بدي اقول شغله حقيقيه. التلو تعرفوا انه التلوث زيد والنقد والحكي انه يا لطيف والوضع ما بيسوى ما في لا بيزرع كله هي ما بيفيد. كله هي ما بيفيد، النقد ما بيفيد. بليز اذا بدكم تتدخل تحكوا اعطوا امور ما لها علاقه بالنقد. النقد ما بيفيد، نعم روحوا بكوا عند هذا هون ما بيفيد. اللي بدي اقوله انه التلوث الهوائي اثبت انه التلوث الهوائي اللي بيصيب مش بس الشعب اللبناني حتى القيادات اللبنانية هو السبب الاساسي والاهم للموت عند العالم. على راسي يعني بس ما دخلوا هاي بالبحر ولا مش هتقبلوني. اوكي كده صدات كده عشان تحت اسمه كان كعب ابو عباس قبل ما يتعمل مبنى الخضره. شكرا لك. طيب ما عاد في حدا بده يقول شيء؟ بدكم تقولوا شيء ختاما او خلص؟ طيب لكن شكرا على الحضور. واحدة من التوصيات انه ينعمل ماستر بلان لكل الشاطئ، ونحن كجمعيه كمان حناخذها جديا ونتابع معك حضره النائب بالموضوع السياسي. نحن بنعتبر اكيد هذا يعني نحن بنصوب بالعمل السياسي ونحن معك دكتور شربل، وقلنا فينا نساعد كمان ما بنعتبر انه عم نشتغل سياسي، هلا ما عم نترشح على الانتخابات بس انه عم نشتغل سياسي. وشكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم.